وده بيعتبر رمز امريكا اللي هو البولد ايجل، البولد ايجل او اللي هو بيسموه النسر الاصلع، ده من رمز للقوة الامريكية بولد ايجل. وده على فكرة موجود كتير قوي 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 منه هنا، طول ما انت ماشي في السكة تشوف عملاق، عملاق جامد يعني، وتشوفه في اكشن، شوفه هو نازل البحر ويطلع لك يسحب لك يشد لك وزة من البطة ومن البحر والحكاية دي كل، تشوف كل الاكشن دي وانت ماشي هنا. انا عندي الصور بتاعته كلها موجودة عندي بس على الكاميرا الثابت.